أنغام جناوة المحملة بتاريخ غني ومتنوع صدحت بالأزقة العتيقة لمدينة الصويرة. الفرق الموسيقية التقت الجمهور في جولة فنية دقت فيها طبول الفرحة والمتعة مع بداية عروض المهرجان. C'est très sympa, il y a du monde et tout, c'est parfait. C'est parfait. كنعيش في النرويج اول مره جيت للصويرة وقناوة ديالنا ونطلبوا الله تكون مهرجان زوين. وسيرا على نهج الدورات السابقة كان المزج الفني بين موسيقى قناوة وانماط موسيقية غربية في لحظات تؤسس لتجارب إبداعية يكون فيها التبادل والتلاقح الثقافي. إنه تعاون جيد، لقد قدمنا عرضا ممتعا وأظن أن الجمهور أعجب به، والمهرجان رائع والأجواء حميمية. مهرجان تبارك الله كبير وفي المستوى، ودازوا فيه فنانين كبار ديال العالم، ودازوا فيه معلمين منهم الوالد ديالي، منهم معلمين اخرين اللي ماتوا الله يرحمهم. وصل الماضي بالحاضر، رسالة مهرجان قناوة في دورته 15، دورة تنفتح على فرق محلية وعالمية وعلى فضاءات مختلفة بالمدينة.